داروا معنا لهنا مع ليكيب نتاع السياره داروا ديجا معنا دو فورماسيون دي بروسيدي Il est composé de deux blocs laboratoire, de bloc administration. Le bloc administration, il a... الدولة تعطي أهمية كبيرة للبحث العلمي لأن عندنا مشكل في الجزائر وهو تثمين ما يسمى بالمنتوج البحث العلمي وهذه المراكز وهذه المنصات هي العمل تاعها لتثمين هذا المنتوج لي من بعد يعود مسوق إلى آخره وكذلك تعطي مرئية يعني عالمية بالنسبة للجزائر ولقسنطينة يعني هذا المراكز نتاع البحث راح يستقطبوا طلبة أجانب كذلك يعني مش غير الطلبة الجزائريين في البحث الأكاديمي الجزائريين لا بأس بهم يعني راهم ملاح غير في الشهر هذا الأخير عندنا ثلاث أساتذة من جامعة بالعباس اللي راهم مصنفين في 500 الأوائل على المستوى العالمي في الرياضيات إذا المنتوج الأكاديمي كان ولكن المنتوج اللي راح تندار يعني في الصناعة إلى آخره ما زال يعني لأن نقص آليات وزارة الدفاع الوطني تدير الثقة في المنتوج نتاع البحث العلمي نتاع الجامعات ولهذا احنا نديروا كما يسمى نداء للقطاعات الأخرى باش يثيقوا في الباحثين نتاع الجامعات احنا ما قلناش تعميم قلنا انهانس تعزيز اللغة الأنجليزية في البحث العلمي البحث العلمي يتندار باللغة الأنجليزية ما يتندرش باللغة الفرنسية كل المجلات العالمية تندار باللغة الأنجليزية الطلبة نتاعنا يحتاجوا إلى تعرف أنفسهم إذن راهم يمارسوا هذه باللغة الأنجليزية كذلك كاين ما يسمى ببعض الفروع العالمية الانترناسيونال كما يقولوا هذه الفروع هذه تحتاج إلى مقاييس تدرس باللغة الأنجليزية الطالب في التكنولوجيا يتكلف اكثر بكثير من طالب في العلوم الانسانيه الى اخره. لا لا هذا مؤخرا وين كاين لاكريز داتا شو يخلي الطالب يولي ما يهزش الزيارة تاعي تندرج في ثلاث محاور، أول في قسنطينة فيما يخص البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكما تعلمون يعني الحكومة فتحت هذا الملف للتطوير التكنولوجي وتثمين البحث العلمي لأن عندنا بحوث ولازم نثمنها في أرض الواقع، وهذا المراكز بالبحث على مستوى قسنطينة وكذلك اللي راح ندشنو على مستوى الجزائر هي اللي راح تثمن هذا المنتوج هذا الوطني ليجي بالفائدة على يعني كل المواطنين والاقتصاد الوطني هذا فيما يخص قسنطينة كان في أمر البحث أما فيما يخص زيارة تاعنا في بواقي فهي لتدشين هذا المعهد للعلم والتكنولوجيا فيما يخص بعض التكوينات التي تهم كذلك القطاع والنسيج الاقتصادي بفروعه الثلاث يعني الزراعة أو الصناعة أو
الغذائي الى اخره. اذا هذا الفروع هذا احنا نولي لها اهميه كبيره جدا. لماذا؟ لان راح تكون واحد الاطارات ليكونوا في الميدان وبالتالي انا طلبت من السيده المديره ان تطلب من مدير الغرفه للزراعه وغرفه التجاره وغرفه الصناعه اللي على مستوى ولايه باتنا قسمتين ام البواقي وحتى سطيف باش دير معهم اجتماع باش يعطيوا لها الافاق نتاع التكوين وماذا ننتظر من هذا المعهد ل 15 او 20 سنه في المستقبل ما نشوفوش الا عمل جاي. هذا مهم جدا بالنسبه لنا اذا كان بغينا نبنيو اقتصاد مبني على كفاءات. السادة السيد مدير جامعة باتنا واحد، السيد مدير جامعة الداخلية منها والخارجية، المضيفين بموقع تسديس 60 إذا نشارك مرحلة سعيد جدا أن اليوم يعني شاركت في تسليم شهادات أو مفاتيح السكنات لفائت الأساتذة لجامعة باتنا واحد وجامعة باتنا اثنين، ولكن أنا فرحتي تكتمل إن شاء الله كي نزيدوا معاهم العمال في المستقبل إن شاء الله القريب.